وأولى مساحاتنا الصباحية لليوم راح تكون بعالم الطب والتغذية، وراح نحكي عن مشكلة بتعاني منها كثير من السيدات، هو تراكم الدهون بمنطقة البطن. شو أسباب تراكم هي الدهون وشو الأغذية اللي بتساعد على تراكمها؟ كيف ممكن نحن نعالجها؟ بكثير من الاستفسارات بيسعدنا نطرحها على استشارية التغذية دعاء الخطيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دعاء. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن نقطة اليوم بتهم الشباب والصبايا بشكل عام، ولكن اليوم هيك خلينا نركز شوي على الأنثى. دائما هي عندها وخاصة بعد سن الأربعين بيكون صعب إذا بدها هي الدهون. خلينا نحكي مبدئيا شو سبب تشكل هي الدهون؟ هلأ بجسم الإنسان في 6 أنواع من الدهون، واحد منهم الدهون الحشوية. دهون البطن بتكون هي نمط من نمط الدهون الحشوية. شو يعني حشوية؟ أغلب الأشخاص رح يسألوا شو هي الدهون الحشوية. الدهون الحشوية هي الدهون اللي بتكون حوالين الأعضاء، سواء كلية، أمعاء، معدة، كبد. فهي الدهون بتبلش تتراكم أول شيء حوالين الأعضاء. في شيء اسمه عنا تجويف بطني، بتبلش هي تعبي التجويف البطني لحتى تظهر فيما بعد على شكل كرش، إحنا اللي بنشوف المحصلة النهائية كرش. على شكل كرش طبعا، وهي هي مو بس عند النساء، وهي عم نشوفها رائجة كمان حتى عند الرجال. وعم بتكون المشكلة الأساسية إنه أغلب الأشخاص بيقولوا إنه لأنه فلان بياكل كتير، فلان حركته قليلة، فلان لأنه بياكل سكر كتير، فلان وجباته بتتعدد. فهي للموضوع تراكم دهون البطن عم بيكون في كتير عدة أسباب، بس في أسباب ظاهرة وفي أسباب اللي إحنا ما بنكون بنعرفها. نحن بنعرف في هرمونات بجسمنا بتضبط شيء، موضوع تخزين الدهون، حرق الدهون، موضوع تمثيل الغذائي بجسمنا. في دراسة هي جديدة مرتبطة بين إنه الكورتيزول، هرمون الكورتيزول اللي بتفرزه الغدة الكظرية، وبين موضوع تخزين الدهون بجسمنا. فنحن بنلاقي إنه أغلب الأشخاص اللي بيعانوا من إجهاد، من توتر، من ستريس، بيرتفع عندهم هرمون الكورتيزول. قادر هذا الهرمون إنه هو يحدث لنا نمط جديد من السكر بجسمنا عن طريق تصنيعه بالكبد من مصدر غير الكربوهيدرات، من مصدر إما إنه يكون بروتين أو بيكون من مصدر من الكيتون أو بيكون من مصدر الدهون. كل ما ارتفع هرمون الكورتيزول بجسمنا قادر إنه هو يرفع لنا من هرمون الأنسولين السبب إنه ارتفع عنا السكر. بس يرتفع السكر بيزيد عنا ارتفاع هرمون الأنسولين ليقدر يحرق هالكمية الكبيرة من السكر. وبنعرف نحن أنه هرمون الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون بداخل جسمنا. هي أول دراسة. تاني دراسة بتقول أنه كتير من الأشخاص جربوا حميات وجربوا رياضة وما قدروا يلاقوا نتيجة حتى بتذويب بموضوع البطن، دهون البطن، لأنه هي مثل ما بقول دهون صعبة، هي صعبة دعاء كتير، هي دهون كتير عنيدة، هي ما بتتشكل بيوم وليلة، هي بتكون تشكيلة تراكمية عبر الأشهر والسنوات، لأنه نحن عم نشوف نتيجة نهائية بعد ما تعبى التجويف البطني عنا بالدهون، شفنا نحن نتيجة نهائية. كمان في دراسة تانية بتقول إنه بعض الأشخاص اللي عندهم نقص بفيتامين دال كمان هن عم بيعانوا من تراكم الدهون بمنطقة البطن، لأنه نحن بنعرف إنه هلأ فيتامين دال هلأ صار اسمه مسمى جديد اللي هو هرمون دال. هذا الهرمون قادر إنه هو يتدخل بعمل 71 أنزيم بجسمنا، فلما بيكون هو عنا ناقص ومشينا بحمية ومشينا برياضة ما رح نحصل على النتيجة المطلوبة إذا كان هذا الهرمون ناقص. ونحن كتير بنعرف إنه فيتامين دال بنحصل عليه إما بالتعرض لأشعة الشمس 3 مرات بالأسبوع لنحصل على حاجتنا اليومية، بالشتوية بتكون من الساعة 10 للساعة 12، وبالصيف بتكون من الساعة 8 الصبح للساعة 10، أو بنحصل عليه عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق الأكل. حكينا معك دعاء عن أسباب تشكل دهون البطن، خلينا نحكي عن الأغذية يلي بتساعد على حرق هاي الدهون. كتير بنشوف وصفات بتقول اخسر منطقة الكرش مثلا أو تذويب الكرش بأسبوع، بعشرة أيام، بيوم، يعني بتختلف القصص. ففي هيك شيء يعني هيك في هاي الوصفات ممكن تكون عن جد هي فعالة؟ طبعاً. وشو الأغذية اللي ممكن تساعدنا بتزويد؟ طبعاً في هيك شغلات. طبعاً أغلب الأشخاص ما بيعرفوا إنه الغذاء هو المسؤول عن ضبط الدهون بكل جسمنا. كتير في بتلاقي مثلاً بنات بتلاقي منطقة البطن عندهم دايبة، بالمقابل في بنات بتلاقي مجرد أكل ولقمة أو لقمتين بعد شهر من النمط الصحي اللي هن متبعينه وصار في عندهم تشكل للدهون بمنطقة البطن. آخر دراسة أجروها باليابان طبقوا حميات غذائية مع بعض الأغذية اللي هي موجهة لحرق دهون البطن، فلاقوا مع الحمية ومع نزول الوزن منطقة البطن كلها دابت. فهون احنا يعني نستنتج انه في أغذية موجهة لحرق دهون البطن. طبعا انا دائما بنصح، او انا اي حدا بدي مشي دايت وبعرف انه بعد ما خسر من المنطقة بجسمه ونزل للوزن اللي بده يضل عنده منطقة البطن،
البطن، بدي احاول بالبرنامج اللي بعد دخل اغذيه موجهه لحرق هاي المنطقه. اول شغله بفضل البيض. البيض هو خيار رائع وممتاز لانه هو غني بالبروتين اللي جسمنا بحاجه له، بالاضافه الى انه البيض زيرو كارب، يعني لما بفوت على جسمنا ما عم بيعزز لنا من افراز الانسولين بجسمنا، بالعكس عم بفرز من الانسولين المضاد لهرمون الانسولين اللي هو الجلوكاجون اللي هو قادر انه يحرق لنا دهون البطن، بالاضافه الى انه كمان البيض غني بمركبين اللي هو الليسيثين والكولين، واحد بيقدر انه هو يذوب لنا من دهون الكبد والثاني قادر انه يكسر لنا دهون الكبد. كمان في عندي خيار ثاني اللي هو خل التفاح. كثير من الاشخاص بيقولوا لك خلي التفاح وعندهم وغوشه وخوف منه، بس عندهم مشكله بالمعده بخافوا من هي القصه. هلا اكيد الاشخاص اللي عندهم مشخص عندهم مشاكل بالمعده سواء قرحه او عندهم نزوف او اي مشاكل، فنحن دائما بنحاول انه احنا نبعد عن شيء اسمه خلي التفاح. بس هلا اللي بيواظبوا على تناول خلي التفاح بمعدل اشهر 6-10 سنه بكميه نحن بنحددها بوصفه هلا انا رح احكيها، بدهم يشوفوا نتيجه وخاصه بمنطقه دهون البطن. خلي التفاح غني بحمض الخليك اللي قادر انه هو يعزز لنا من فعاليه الكبد، قادر يحرق لنا دهون الكبد، قادر انه يخفض لنا الكوليسترول، قادر يخفض لنا الشحوم، بالاضافه لاحتواء كمان خلي التفاح على البكتيريا النافعه على جسمنا اللي هي البروبيوتيك اللي قادرة تعمل لنا تمثيل غذائي أفضل من الأحوال العادية. بنصح أنا دائما الأشخاص اللي حبوا يتبعوا خلي التفاح بنظامهم الغذائي إما بيضيفوه للسلطة أو بيضيفوه على شكل كوب مخفف، معلقتين الصبح ومعلقتين المساء قبل النوم. وبعض الأشخاص اللي بيخافوا على صحة أسنانهم ممكن إنه يشربوا المحلول بالشلمونة. عندي كمان الخيار الثالث اللحم الحمراء مع دهون. يعني هلا كمان بعض الاشخاص خلينا بس قبل ما نقطع خلي التفاح، في ناس بتاخده قبل بعد الوجبه فورا، تاخذ معلقه من دون ما تحلها بمي او سلطه، هذا شيء صح او لا؟ اليوم اذا اليوم انا ما حبيت اخذها مع سلطه او اكسرها بمي، فيني اخذها هيك مثل ما بيقولوا سف بعد الاكل او لا؟ هلا اكيد ما فيني لانه هي بالنهايه ماده حمضيه مؤذية. ماده حمضيه مؤذيه. هلا ما فيك تقولي مؤذيه بمعنى مؤذيه، رب العالمين خلق كل عضو بجسمنا بتعايش بوسط معين، صحيح. عصاره الاملاح الصفراويه قلويه، عصاره الامعاء قلويه، الوسط بقلب المعده هو حامضي، فنحن لما عم نتناول خلي التفاح باول تمثيل غذائي عم بصير وهضم عنا بالتم، بعدين عم بنزل على المعده اللي هو وسطه حامضي، فلما عم نكون احنا عم نستخدمه بطريقه صح ما رح يكون فيها الاذيه، بس انه انا استخدمه بطريقه مو مركزه ودايركتلي بعد الوجبه ما رح اخذ انا الفائده الوقت المناسب. دائما انا بنصح فيه مرتين بقلب النهار، مره الصبح ومرة المساء، ودائما عن وقت الوجبة. تمام. في ناس كثير انا بشوفهم بخلصوا غداهم وبياخذوا خلي التفاح. غلط هذا الشيء لانه انا ما فيني تركيز المادة الحمضية زيادة، انا باخذها ضمن المعقول، في شيء اسمه حاجة، الحاجة اني انا بدي احرق دهون معينة بفوته على جسمي بلمت معين، معلقتين الصبح ومعلقتين المساء. بحكي معلقة صغيرة. معلقتين كبار الصبح ومعلقتين كبار المساء قبل النوم بنص ساعه، بنكسرهم بكاسه مي اللي هي كاسه العصير اللي بنشربها، ونحاول قلت لك الاشخاص اللي بيخافوا على صحه اسنانهم انه هن يشربوا بالشلمونه مشان ما يصير في اذيه للاسنان. في نوع محدد؟ احنا دائما بنشوف الخل المايل على بني، الخل الابيض، في حتى بالصيدليه صار انباع خل طبي للتنحيف، يعني فما بعرف اذا طبيا مصدق، يعني في صدق بهي القصه انه هذا خاص للدهون او لا. هلا الدراسه اللي أجروه على خل التفاح الخام الأبيض طبعاً، لأنه أنت أي شيء ملون بدك تشربيه مع المي ما رح تقبله نفسك، لا بنشربه أبيض أو خلي البلسميك، النوع الثاني البلسميك، فإحنا عنا نوعين. الخيار الثالث من الأطعمة اللي هي قادرة أنه تحرق لنا دهون البطن اللي هي اللحمة الحمراء مع دهون. كمان كثير اشخاص رح يقولوا انه لحمه حمراء مع دهون، طبعا ما في حميه بتصير صح وبنقدر نحرق فيها الدهون وخاصه دهون البطن اذا احنا ما تناولنا الدهون الصحيه بشكل صح وفاتت لجسمنا. كثير من الاشخاص بخافوا من الدهون انه انا وجبه بدي اكل فيها دهون، نحن بنعرف انه الدهون مفيده جدا للجسم، كل واحد جرام منها بتعطينا 9 كالوري، مصدر طاقه كبير، بالاضافه انه احنا عندنا عدد كبير من الفيتامين ما بتنحل غير بالدهون مثل دال وكاف واي واي، فاحنا لما بنحصل على وجبه فيها لحمه حمراء مع دهون بنكون حصلنا على وجبه مالتي فيتامين بالاضافه لمغذي وبروتين عالي وزيرو كارب، ما رح يقدر يفرز لنا الانسولين وفيما بعد يتخزن على شكل دهون بالبطن. الخيار كمان عندي الرابع اللي هو عندي مخلل الملفوف. كمان مخلل الملفوف من اروع الاغذيه اللي نحن ممكن نرفقها بنظامنا الغذائي
سبب خلي الملفوف بيحوي كمان عنا على البكتيريا النافعة اللي هي البريبيوتيك اللي قادرة إنه هي كمان تزيد لنا من فعالية الأمعاء، تزيد لنا من حساسية تمثيلنا للتمثيل الأكل والغذاء والأكل وتمثيلنا الغذائي للطعام، بالإضافة كمان لخلي التفاح قادر إنه يحرق لنا دهون البطن، قادر يعزز لنا من فعالية كمان الكبد، بالإضافة لاحتواء مخلل الملفوف. مخلل الملفوف. طيب هو المخلل اليوم انت عم تحطي له ملح عم نكبسه بخل وملح. الملح ما بيرفع كمان بيعمل احتباس سوائل؟ يعمل احتباس سوائل يمكن. هلا بعض الاشخاص اللي عندهم ضغط هن ما رح يشربوا مع الليكويد اللي فيه، بدهم ياخذوا هن الملفوف او مخلل الملفوف. نحن فينا نتناول الملفوف او مخلل الملفوف، بس احنا دائما اي معلومه بنحكيها بنحاول انه نحن نتجنب الاشخاص اللي هن عندهم امراض. فالاشخاص اللي عندهم ضغط اكيد ما رح فيهم يكتروا الاطعمه، يكتروا من الاطعمه اللي فيها ملح. بس في معلومه مهمه لازم احكيها، انه مخلل الملفوف كوب واحد منه بيحوي على 700 ميلي جرام من فيتامين سي المهم لعمل الغده الكظريه اللي هي بتنتج بالاصل الكورتيزول. لهيك لما نحن بنعاني من تعب وستريس وجهد فبأغذيتنا عم تندرج هاي الاطعمه، فبيكون حده التوتر اخف وبالتالي افراز هرمون الكورتيزول من الغده اقل وتخزين الدهون فيما بعد رح يكون اقل. في كمان عنا الاغذيه اللي بتحوي على الاوميجا 3 مثل السالمون ومثل السردين. في بعض الاشخاص ما بيحبزوا انه هن ياكلوا السردين، ممكن يتعاطوه على شكل مكملات غذائيه. الاوميجا 3 هي حمض دهني غير مشبع، بنحصل عليه اما عن طريق الاغذيه او بنحصل عليه عن طريق المكملات، قادر يزيد لنا من حساسيه الانسولين، قادر يزيد لنا من عمليه التمثيل الغذائي، بالاضافه الى انه هو مضاد اكسده لجسمنا وبمنع فيما بعد تخزين الدهون بجسمنا. في كمان عنا عدد كبير من الاغذيه بتتلخص بالأفوكادو. كمان الأفوكادو بيحوي على مادة الأفوكاتين، هي المادة هي مضاد أكسدة عالي، كمان حمض دهني غير مشبع، قادر إنه هو يمنع من تخزين الدهون بالكبد، قادر إنه يزيد لنا من حساسية الأنسولين، وقادر إنه هو يعمل لنا تمثيل غذائي صح بجسمنا. في كمان عنا بعض الأشخاص بيقولوا لك إنه أنا ما فيني ماسك حمية نباتية، ما فيني للأغذية اللي هي بتحوي مثلا على لحوم وسمك وغيرها. الأشخاص كمان اللي نباتيين ممكن إنه هن يتوجهوا على الخضار الورقية مثل السبانخ، مثل البروكلي، مثل الجرجير، كمان هاي الأطعمة قادرة إنه هي تحرق لنا دهون البطن. السبب هاي الأطعمة غنية بالبوتاسيوم وبالمغنيسيوم، البوتاسيوم هو مهدئ فيزيولوجي قادر يساعدنا على النوم، بس انضبط موضوع النوم عنا انضبط موضوع إفراز كمان هرمون الكورتيزول، بالإضافة للمغنيسيوم قادر يزيد لنا من حساسية الأنسولين، قادر يخفض لنا من الكورتيزول، وبالتالي كمان قادر إنه يحرق لنا دهون البطن. طيب خلينا نسألك اليوم أيضا بعض النساء وخصوصا بعد الإنجاب بيعانوا من دهون أو إذا فينا نسميها هي كرش، كرش صغير. نعم. فحتى مع تعدد الولادات بنلاقي الحجم هاي المنطقة عم بيزيد، هل هو دهون أم هو جلد زائد؟ وكيف ممكن نحن يعني كيف ممكن السيدة تقدر تتخلص منه؟ هلا أغلب النساء اللي هن بيعملوا عمليات قيصرية بيشكل عندهم هذا البطن، طبعا هذا البطن ما بيكون دائما هو دهون، لأنه بعد الفترة لما بتخلص المرأة مرحلة الولادة ومرحلة قطعة مثلا لنفرض سنة للسنة ونص، فهو فعليا إذا كانت هي دهون متراكمة مع تخفيف أكل بالإضافة للرياضة فهو المفروض إنه يخف. بس اغلب النساء ما بيخف موضوع البطن اللي بتشكل عندهم بعد الولاده القيصريه، بضل متني، بضل تارك هي التتنايه. ممكن سبب شق العمليه تماما، هي طبقات الداخل بعمل جراحي وطبقات وصار في خياطه، فاكيد قد ما كان في دهون كثير كبيره بعد فتره رح تدوب. بس هي الدهون نحن بالنسبه لنا اذا كانت ناتجه عن زياده وزن، فاحنا بالنسبه لنا رياضه مع شويه حميه غذائيه مع بعض الاغذيه اللي ذكرناها تتخلص منه. ممكن تتخلص منها، بس هي الثانيه مستحيل تروح. هي الثانيه بدها تضل ولاده ولاده بعد ولاده طبعا، لانه الجرح رح يرجع يتغير وهو بالنهايه جلد عم بمط وعم برجع يرجع لحجمه الطبيعي، فمره على مره بدها ترجع هي الكميه الدهون بهي المنطقه رح تزيد. اخر مرحله انه هي تنجب ولد وتعمل شد، اخر مرحله. ما انك فتنا بموضوع الشد، رحنا شوي هلا للنقطه التجميليه. اليوم صرنا نشوف كثير من الصبايا صار الحل الاخير لهم اذا كان ما كثير في حجم كبير روح لعمليه الشفط الذاتي، شفط الشحوم. انت مع هاي العمليه؟ وشو نتائجها بعدين؟ رح ترجع من اول وجديد تتراكم هاي الشحوم بنفس المنطقه او ممكن تخف يعني العضله تاخذ شكل ثاني؟ هلا هو دائما الشفط بيكون موجه على الدهون وليس العضله، العضله ما بصير فيها دهون، الشفط بيكون موجه على الدهون. دائما اي شيء مثلا انت شفطتي لنفرض من منطقه الوركين كميه لنفرض
كيلو من الدهون، رح نرجع احنا بعد ما نتبع نظام غذائي غلط وما نلعب رياضه، هي الكميه اللي سحبناها رح ترجع بعد كميه الاكل رح تفوت على جسمنا ترجع تتراكم بنفس المنطقه. بنفس المنطقه؟ هي بنفس المنطقه طبعا، لانه نحن بالنسبه لان هي عمليه مؤقته بتتخلصي من حجم الدهون بالمنطقه اللي هي زعجتك مؤقتا، بس فيما بعد اذا ما تابعتي على انك انت تحافظي على الشكل اللي وصلتي له مع الرياضه ومع النظام الغذائي رح ترجع هي الدهون تتراكم. بس اذا مو بهي المنطقه الزمنيه، يعني انا اليوم شكلته عبر سنوات من الدهون يعني وشلته شفطته صبية راحت وشفطته، قد المدة يعني انه ممكن اذا كان النظام الغذائي سيء او مو ظابط عندها ممكن ترجع هاي سنوات او اشهر ممكن نشوف انه رجعت المنطقه مثل ما كانت؟ هلا رشا حسب طبيعه هي البنت، نحن بنعرف انه كمان في اغلب البنات بموضوع الوراثه الدهون تتراكم عندهم بالوركين وبمناطق الفخاذ، فبنات تانيين لا بالوركين ممكن هي تكون خساره وزن كانت اسهل عندها لما هي تبعت عمليه الشفط، بس تراكم الدهون رح يرجع فيما بعد كمان اسرع، لانه هي بالاصل كان شكل جسمها قبل الشفط انه الدهون متمركزه بمنطقه الفخذين لنفرض والوركين، فحتى لو عملت عمليه شفط حتى لو عملت عمليه انه هي روحت كل الدهون اللي زعجتها بهي المنطقه فيما بعد لو هي ما حافظت على الشيء اللي وصلت له رح ترجع النتيجه مثل قبل واكثر واكثر واكثر. خلينا وما بنصح انا خلينا بالوقت المتبقي معك يا دعاء نقدم نصائح، سميها هيك نصائح ذهبيه اليوم لكل سيده حابه تتخلص من دهون البطن. دائما نحن في اشخاص بيسالونا اني انا بكتفي انه انا بس العب رياضه لحتى انا احرق دهون البطن، دائما انا بقول انه موضوع الرياضه غير كافي لحرق دهون البطن، اذا ما احنا توجهنا لنحن احنا دائما بنعرف انه اللي بجسمنا عم بيشتغل هو الهرمونات، فانا بدي اشتغل على ثلاث هرمونات اني انا اضبط الانسولين وخفض الكورتيزول وعزز من فعاليه الكبد، فانا اذا ما تناولت اغذيه بتعمل لي هدول الثلاث شغلات انا ما رح اتخلص من دهون البطن، انا رح ضل محافظه على العادات اللي كنت فيها قبل ورح ضلني مره على مره الوجبات اللي عم باكلها عم تراكم لي دهون البطن وما رح استفيد شيء، لذلك الرياضه مع النظام الغذائي الصح مع انواع الاغذيه المدرجه ضمن الخطه الغذائيه ممكن انه تخلصنا من دهون البطن وما في شيء صعب. يعني انه اي شيء فيه مثابره اي شيء فيه مثابره واي شيء فيه اصرار ممكن توصل للنتيجه اللي بدك اياها وبدون ترهل وبدون حتى ما توصل مثل ما قالت تفضلت رشا وقالت انه نتعرض لشد وفيما بعد نتعرض لاثار عمليات الشد اللي هي ازاله ندوب الشد، لا احنا فرد مره بنعمل نظام صح مع الرياضه بنوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. القصه بدها استمراريه وبدها اراده، بس انه ما في شيء يعني ذكرنا اول شيء انه في كورسات بيقولوا لك 3 ايام و7 ايام اكيد مثل ما حكينا دعاء الشيء اللي تشكل خلال سنوات اليوم انت مانك قادري انك تشيليه بكم يوم يعني، بس انت بتفرق معك اذا يومين ما بتتعشي بتلاحظي هالنقطه نرمين اذا بتخففي عشا بس يومين بتحسي انه صار في بمنطقه البطن يعني ما راح اقول لك المسح ولكن انه فرقت القصه. هيك سريعا دعاء الحد الفلفل الابيض الزنجبيل القرفه هدول القصص قديش فعالين بحرق دهون البطن؟ هلا هن مضادات بالنهايه هن مضادات اكسده، هن مضادات اكسده، مضادات الاكسده هي بتساعدنا بموضوع التمثيل الغذائي بجسمنا، بس نرجع بنقول انه نحن عم ندور على اغذيه انه هي مثلا الكارب فيها قليل، اغذيه نوعيه البروتين اللي فيها ذو جوده، انا ما بهمني اني انا اتناول كميات كبيره من الاكل بس انا بعرف بالنهايه ما عم بحصل على الفائده اللي انا بدي اياها، فيني اختار نمط معين من الاغذيه بعرفها مفيده. هلا الزنجبيل انا بنصح فيه، انا في صبيه مشيتها بدايه ضلت واظبت تقريبا شهر ونص على زنجبيل مع قرفه مع عصره ليمونه قبل النوم بنص ساعه ولقت نتيجه كثير حلوه خاصه بمنطقه دهون البطن. معناتها هي السوائل هي مفيده ولكن ايضا بدها تكون مترافقه مع نظام غذائي وايضا رياضه، الحالة اكيد ما رح تعمل اي مفعول لا دهون سحري. البطن اكيد لا، لدهون البطن اكيد لا. بنشكرك كثير لوجودك معنا دعاء اليوم، دعاء استشارات التغذيه لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. يعطيك العافيه. صباحك دعاء، صباحك صحه وشكرا لحضورك لليوم.